تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمنستات صباح اليوم الخميس 24 شتنبر الجاري من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية تنشط في السرقات الموصوفة. وكشفت المعلومات الأولية للبحث أن المشتبه فيه اقترف عملية سرقة من داخل محل تجاري طالت مجموعة من الحلي والمجوهرات وساعات يدوية قبل أن تمكن تحريات التقنية والأبحاث الميدانية المنجزة من تشخيص هويته وتوقيفه وحجز جزء مهم من المسروقات. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، فيما لا زالت التحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.